السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو راح نعمل بس فقط إنه نعمل إنه نجهز الآب دوت اتش تي ام ال كومبوننت اتش تي ام ال، بس إنه على الأقل أضيف نافيجيشن بار وأضيف فوتر أيضا على أساس إنه يكون في لوك ممكن يعني يلفت انتباهنا، ونستخدم كمان نفس الوقت راح نستخدم الأنجولار ماتيريال. طبعا أنجولار ماتيريال جدا بسيطة وما فيها أي تعقيد. اول اشي راح ابدا فيه اللي هو التول بار. التول بار هي نفسها زي النافيجيشن بار، تمام؟ طبعا اساس اني اضيف التول بار راح احكي مثلا مات تول بار، تمام؟ المات تول بار طبعا ممكن اعطيها كلر، ممكن يكون برايمري، تمام؟ وايضا بدي اعطيها كلاس بس موضوع الديزاين، ممكن اسميه مثلا اكزامبل فوتر، تمام؟ وبس راح اختار مثلا مات تول بار، ممكن اسميه مثلا رو، بدي اخذ رو على معين زي موضوع مثلا البوت ستراب لما تاخذ رو على سبيل المثال. وممكن هون اختار باتون، تمام؟ ممكن اسميها في عنا اشي اسمه مات ايكون باتون. طبعا هاي المات ايكون باتون هي انه تعطيني مثلا انه تكون باتون مثلا معين، تمام؟ هاي حاليا زيك ممكن اسميها واحط هنا مات ايكون. طبعا هون المات ايكون، المات ايكون راح اسميها منيو. طبعا منيو ما راح تطلع كتكست منيو، لكن راح تطلع زي كايكون، تمام؟ هاي هي راح تطلع. طبعا هون راح اختار على سبيل المثال بدي هون كمان اضيف اللي هي مثلا تحت الرو، اوكي؟ بدي اضيف الهايبر ريفرنس او الانكر تاج. طبعا الانكر تاج بدي احط عليه مات button، انه يكون كبتون، تمام؟ في عندي انواع مات ريز button، مات فلات button الى اخره، تمام؟ واحط وات مثلا على سبيل المثال انه يكون مثلا انه بدي اسميه الاسم اللي هي مثلا ك سميته انا GTS ويب سايت على سبيل المثال، تمام؟ وغير عن هيك راح نسوي كمان buttons اضافيه. راح اختار مثلا ايه نفس الاشي او نفسها هاي، طبعا هاي المات باتون الثانية راح تكون عبارة عن مات باتون، بس هاي راح تكون مثلا كونتاكت اس، هي صفحة الكونتاكت. وعندي ايضا كمان راح اسمي واحدة انها تكون مثلا الهوم، هاي مثلا خليها هنا وهاي خليها هوم، تمام؟ هاي الهوم بيج يعني. في واحدة للكونتاكت اس، وفي واحدة ايضا لل في كمان نسوي واحدة للاكتيفيتيز او البرودكتس فقط، يعني نسميهم هنا برودكتس كاملات، تمام؟ طبعا غير عن هيك في شغلة بس بموضوع السي اس اس. السي اس اس انا ما راح يعني اظن اكتب، لان احنا هدفنا مش انه كتابه اتش تي ام ال وسي اس اس، احنا زي ما حكينا بنشتغل انجولار. غير يعني الانجولار مش بس اتش تي ام ال وسي اس اس، الانجولار عباره عن لوجيك داخل الكود. طبعا انا جهزت كود للسي اس اس كامل، تمام؟ من الموقع اللي ورجيتكم اياه على اللايف، فانا راح بس اخذه، تمام؟ وبس اعمل له كوبي بيست، يعني راح اختار مثلا من هنا واختار زي هيك واعمل له داخل السي اس اس هنا واضيفه، تمام؟ عظيم جدا. طيب في عندنا هون مثلا كبرودكتس، وحكينا انه زي هيك. في عندنا كمان ايضا قبل الاي، هسا الاي هاي في بعديها نسوي ديف. طبعا الديف هو عبارة عن كلاس اسميه مثلا كولوم، ويكون ام دي 7، اوكي؟ ويكون مثلا نحط جستيفاي كونتنت ستار، يعني هاي الكولوم بدي اياها او كل الاي الانكر تاكس خليها بالستار، تمام؟ واخذ التاكس هاي كامله واحطها هنا، جميل. طيب the same thing راح اخذ نفس الكلاس، لكن هاي بدي اياها تكون بالانت، جميل. هاي مثلا انها تكون انت، او عفوا هيك،
أو آخر إشي تكون مثلا بالإنت. وهاي بس بما إنه هون 7 و7 بزبطش، لازم تكون هاي 5 لأنه إحنا عندنا إن الرو عبارة عن 12 كولوم، فهيك بتكون 5. جميل. طيب هون راح أخذ مثلا بدي أضيف نفس الشيء A، تمام. بدي أسميه مثلا أول واحد لوج إن، تمام. هاي أول واحدة راح أسميها لوج إن، وثاني واحدة بدي أسميها مثلا لوج أوت، ثالث واحدة ممكن أسميها ريجستر، طبعا هون كمان راح أضيف أنكر تاج حلو، وراح أسميها مثلا هون مات باتون، مات باتون. طبعا هاي المات باتون بدي اياها تكون مثلا عبارة عن مينيو، تمام. فشو لازم اسوي انا قبل ما اسوي مينيو؟ لازم انا اسميه هون طبعا مانجمنت. طبعا قبل هاي الموضوع انه مثلا في عندي مانجمنت وكذا، لازم اسمي هون اشي اسمه مات مينيو كتاج، تمام. المات مينيو هاي لازم اعطيها تمبلت ريفرنس فاريبل. طبعا حكيت لكم شو يعني تمبلت ريفرنس فاريبل كبوست يعني توضيحي. بسميه اي اسم بدك اياه، سميه انا مانجمنت منيو، تمام. وهون على اساس انه يكون ريفرنس للمانجمنت لما اضغط عليها زي هيك مثلا، شو بكتب هون؟ بكتب اشي اسمه، بعمل بروبرتي بايندينج. شو اسمه بسميه هون؟ بحط مثلا مات منيو تريجر فور. لاحظوا كيف مات منيو تريجر فور لمين؟ للمانجمنت منيو. فيعني انا حاليا بربط، عمالي بربط بين الانكر تاج والمنيو نفسها. هلا المات منيو لازم ايش؟ المات منيو لازم احط داخلها مثلا يعني انكر تاج معينه. ممكن انا اسمي اول واحد يعني يكون مثلا داشبورد، وثاني واحد اسميه على سبيل المثال انه يكون المانج يوزرز، او خلينا نحكي مثلا انه يكون ام كاتيجوريز، ام اختصار للمانج وكاتيجوريز يعني تكون مثلا هاي، تمام. وثالث واحدة تكون مثلا مانج يوزرز. اعتقد حاليا انه يعني هاي هي مثلا، تمام. طيب حاليا احنا اللوجين واللوج اوت والريجستر والهوم وبس يعني حاليا الى الان، تمام. طيب طبعا انا هون طبعا انا هون ضفت ال ضفت بس مجرد مات باتون، تمام. هاي تودي للكار، طبعا هاي مش محتاجينها حاليا الشغلات. وفي عندنا هون ايضا اللي هي على سبيل المثال انها تكون مثلا، ممكن هون اغير مات باج. المات باج، تمام. المات باج هون عبارة بس انه الباج اللي بيطلع مثلا انه عبارة عن دائرة فيها رقم، تمام. بس انه مثلا احط انا الكارت كايكون ويكون داخلها باج، تمام. الباتش اللي هو عبارة عن رقم، يعني مثلا السلة فيها خمس عناصر او خمس برودكتس، تمام. فهي بس هاي موضوع ديزاين، يعني مات باتش اوفرلاب فولس، ومات باتش بوزيشن، مات باتش سايز والكلر، يعني فقط ليس اكثر، تمام. طيب هاي حاليا بالنسبة للمات منيو. طبعا هنا راح احذف اللوج اوت بس اخليها لوجين وريجستر، تمام. طبعا هاي بما انها لوجين وريجستر، في عنا ايضا تحت مثلا بدنا نسوي كمان مات منيو. المات منيو نسويها بس للاوثنتيكيشن، يعني كيف؟ بدنا نحط مثلا هون مات منيو، تمام. ونعطيها تمبلت ريفرنس فاريبل، نعطيها الريفرنس فاريبل يكون مثلا يوزر منيو، تمام. اليوزر منيو، تمام. طيب هاي خلينا نحكي مثلا اليوزر منيو بدنا اياها انها مثلا يكون داخلها اللوجين او بروفايل والاوردرز واللوج اوت. طيب هاي بدنا اياها عباره عن طبعا هاي نسميه مثلا هون مات منيو، لاحظوا كيف ايتم، تمام. والمات منيو ايتم وهون نسميها مثلا على سبيل المثال انها تكون بروفايل، وندرد نكرر المرة كبروفايل، وبدنا أيضا الأوردرز وبدنا اللوج أوت واللوج أوت.
هاي نغير الهاي ونحطها لوج اوت. جميل جدا. هسا بما اني انا هيك عملت يعني تمام، في كمان انه مثلا انه راح نضيف انه زي ال كمان راح نسوي مثلا انه كمان فوتر عن الشغلة هاي. طبعا هون احنا كمان لازم نضيف شغلة قبل الفوتر انه الاي تمام، انه تكون كمان هاي مثلا تكون مثلا مات باتون تمام، وهاي كمان نحط مثلا هاي مات منيو تريجر فور مثلا تكون مثلا لليوزر منيو تمام، اليوزر منيو اللي سويناه قبل شوي. وحطها مثلا هاي يوزر بس، يعني حاليا ما فيش عندي داتا انا حاليا، بس قاعد مثلا ما في عندي داتا ابدا، بس عمالي بعرض ايش HTML تمام. وهاي طبعا هنا بالمانجمنت منيو انه مثلا ما تحطوش مات باتون مع المات منيو ايتم، بس حطوا مات منيو ايتم. اوكي طيب، هسا هاي الشغله خلصنا منها تمام. بعد التول بار في عندنا بعد التول بار بدنا نسوي شغله زي الشيء اسمه ان جي كونتينر. الان جي كونتينر هو بس عباره عن تاج معمول له مثلا معمول له انه بس ستايلينج يعني بيهايند ذا سين، وبدي اسميه مثلا هنا انه يكون مثلا انه مات سايد ناف كونتينر. هاي بس لل انها تكون السايد ناف اللي راح تطلع لي، مات سايد ناف كونتينر تمام. وبدي احط داخلها كلاس اسميه example container تمام. طبعا هاي هنا ككلاس لازم اخده واحطه هنا. بس انها تكون كمان هاي برضو small example container. طبعا بعد example container هون لازم احط mat side nav. طبعا هون على اساس انه ما نفوتش بتعقيد ابدا، ال خلينا نحكي مثلا المات تول بار هي عباره عن النافيجيشن بار اللي جاي بالتوب تمام، جاي بالتوب هون يعني جاي مثلا على سبيل المثال بالتوب تمام. ال السايد ناف هي نفسها اللي عباره عن تول بار، بس جاي ايش؟ جاي بشكل عمودي على اليسار تمام، يعني هيك مثلا جاي من هون لهون على نفس الشكل هاي، على نفس شكل السايد ناف هاي هيك جاي مثلا تمام. فالسايد ناف انا بدي اعطيها مثلا كمان تمبلت ريفرنس فاريبل، ممكن اعمل زي هيك سايد ناف تمام، وممكن كمان اعطيها ايضا المود. المود هو عباره عن كيف راح تيجي، انا راح اسميها سايد تمام اللي هو المود تبعها. في عندنا كمان هاي اوبند تمام، وفي عندنا هون ايضا انه بدي اعطيها كلاس طبعا، يعني الاوبند يعني على سبيل المثال انه هي عباره عن فاريبل ممكن اعطيها، والكلاس هي عباره عن اكزامبل تمام سايد ناف تمام. وممكن كمان اعطيها يعني ك justify content center، وايضا ممكن كمان اعطيها انه غير ال justify content center اعطيها مثلا text center، بس انه عشان يجي text بالسنتر ليس اكثر تمام. طيب بعد هيك لازم اضيف داخلها يعني كسايد ناف طبعا غير هيك تمام، لازم اضيف انه الفيكست ان فيو هاي مثلا في خاصيه اسمها فيكست ان فيو بورت اعطيها، هاي عباره عن فولس تمام، هاي بس خصائص ثابته للسايد ناف يعني. وعندنا هون مثلا ممكن اروح على الكونتنت، هاي الراوتر اوتليت هون بيهمني، هاي هي البليس هولدر راح تنعرض فيها بقية الكومبوننت تمام. فوين بحطها؟ هاي بحطها بإشي اسمه مات سايد ناف كونتنت تمام. هاي هون بتيجي مات سايد ناف كونتنت، جميل جدا. طيب وهون بحط الراوتر اوت، طبعا وين الكونتنت راح يجي؟ راح يجي هون هاي الجهة، هون الكونتنت يعني لما انا اجي مثلا هون، هون راح يجي الكونتنت، وهون راح تيجي ايش؟ السايد ناف تمام. طيب وهون ممكن كمان اخلص من الكونتينر يعني مات مثلا مات سايد ناف كونتينر، وهون صاير اني اضيف الفوتر. جميل. طيب الفوتر حاليا انه انا ممكن احط مثلا مات تول بار، المات تول بار طبعا هاي عفوا انه هاي عباره عن تول بار
المات تول بار هاي ممكن احط كمان هنا كلاس لها اكزامبل فوتر. جميل جدا. والاكزامبل فوتر ممكن احطه هنا نفس الشيء جي تي اس نفس ال وين هي الويب سايت اكيد. طيب الجي تي اس ويب سايت. جميل جدا. طبعا هاي الى الان اللي احنا مطالبينه. في عندنا كمان يعني على سبيل المثال انه في زي المنيو نفسها هاي اين هي هاي المنيو. تمام هسه هاي بما انها كباتون الكليك عليها لاحظوا تذكروا الكليك ايفنت اللي حكينا عنها شو بنحكي في عندي سايد ناف فاريبل وين السايد ناف هيو تحت. تمام شو بحكي في له ميثود خاصه داخله اسمه كلوز. جميل هاي الكلوز راح تعمل لي كلوز للسايد ناف ليس اكثر. تمام ولو انا هسه فتحت على السايد ناف طيب هسه اني فتحت على السايد ناف لكن هاي السايد ناف غلط نعطيها كلوز نعطيها توجل. طبعا يعني ممكن يعني هاي كلها امور ديزاين صراحه انا يعني بس من ناحيه منظر ما بدي اياه يكون سيء لكن انا صراحه مش مهتم بالناحيه ديزاين حاليا انا بهمني توزيع الداتا بشكل صح التعامل مع الداتا كفاليديشن تكون صح كلها وتوزيعها عن طريق الكومبوننت صح. موضوع الديزاين شيء ثانوي بالنسبه للكودينج. تمام الديزاين بيجي مرحله متاخره فعليا اهم شيء الكودينج صح والتكنيكال يكون موقع صح. طب نجرب هسه نشوف مثلا البراوزر انه كيف عارض الموقع. طيب حاليا انه بدي افتح على الهوم طيب ويلكم تو هوم عرضت لي هاي. طيب ليش هيك ما عرضت ايش خلينا نراجع الكود مرة ثانية. طبعا اعتقد انه الكلاس هنا بالضبط انا كانت هاي فوتر خيرتها لاكزامبل فوتر كانت فغيرتها لهيدر ونشوف اذا انه كان في يعني تغير على مستوى الشغلة هاي. هون هسه راح مثلا راح يملي ريفرش بالنسبة للموقع. طبعا احنا كان في عندنا خطأ انه يعني موضوع ديزاين انه انا كنت حاط مثلا قبلا انه مات نهاية المات تول بار رو كانت حاطها هون. تمام ف يعني عدلوها وحاولوا انكم يعني نهايه التاج هاي تكون وين تكون تحت الديف قبل نهايه التول بار فهون تكون نهايته. تمام والريزلت بالنهايه تكون زي هيك. جميل جدا يعني. تمام يعني هاي خلينا نحكي انه شكل مقبول يعني من ناحيه يكون فاضي ابدا. وهي هي الجيت لاحظوا كيف عندنا جي تي اس ويب سايت والهوم والكونتاكت اس وهي خليتها عمدا بالنهايه. تمام لما انا حكيت لكم عن المنيو شو يعني منيو مثلا كتبت على المانجمنت هنا لاحظوا كيف طلعت لي منيو. تمام واذا كتبت على اليوزر هنا طلعت لي ايضا منيو وهي المات بادج اللي هي الكره الحمراء عليها رقم. تمام انه كم في عدد داخلها بس انه يعني من ناحيه ديزاين لسه هاي العدد غير حقيقي ولسه وهي هي المنيو كنت احكي لكم عنها. تمام كبست عليها لاحظوا كيف هاي السايد ناف تطلع لي حاليا لكن يعني السايد ناف يعني محتواها حاليا مش موجود. تمام راح نضيف المحتوى خلال الفترة هاي. طبعا انا هون يعني بالنسبة للمات سايد ناف اللي بدي اياه تنعرض هون بدي اياه تنعرض كاتيجوريز اللي داخل ال داخل ال خليني احسب مثال داخل الداتا يعني داتا بيز عندي بدي اياه تنعرض كاتيجوريز. جميل جدا. الهدف انه بدي اياه تنعرض انه يعني اساس انه مثلا يعني كل ما يفتح مثلا يوزر يعني هون يشوف انه في كاتيجوريز عنده تكون باللوك او الفرونت يعني له فاساس انه يشوفها. وهون في عندي لوجن ريجستر مانجمنت يوزر يوزر بروفايل لوج اوت او اوردرز اذا كزي هيك. طبعا هاي مش منطق انه اصلا ينعرض هاي مع الريجستر مع اللوجن هذا غلط كبير. احنا راح نحط هون كونديشنال ستيتمنت انه متى تنعرض اللوجن والريجستر ومتى تنعرض المانجمنت واليوزر. طبعا المانجمنت راح تنعرض فقط اذا انه كان اليوزر عباره عن ادمن واليوزر راح تنعرض دائما لانه هو يوزر. تمام وشوف شو البروفايل اللي عامله شو الاوردرز وهي الكارت راح تنعرض فقط اذا انه كان عامل اليوزر اوردرز. انا ما راح اتعامل كاليوزرز انهم مثلا عباره عن ادمن ويوزر عادي وجيست. الجيست ما بديش هي خلاص راح اتعامل مع ادمن يوزر. فيعني اذا بده حدا يعمل اد تو كارت ولا كذا لازم يكون عامل لوجن. تمام فهاي هي حاليا الشكل خلينا نحكي انه
الشكل اللي خلينا نحكي مثلا افتراضي للموقع، لسه كمان راح نزيد عليه كونتنت ونعدل ونسوي ديزاين. زي ما حكيت موضوع الديزاين انا راح ارفع لكم كل شيء بالكود على الجيت على الجيت هاب، تمام، اعطيكم اياه كامل وتشوفوا انتم كيف تتحكموا فيه وتاخذوا اللي بدكم اياه. تمام، موضوع الديزاين صراحه زي ما حكيت لكم ما بهمني، انا اكثر شيء بهمني اني كيف اتعامل، اعمل راوتينج، اعمل اتعامل مع الانجلر مثلا الماتيريال كلها، واستخدم ال خلينا نحكي السيرفيسز، واستخدم البايبس والجاردز، واتعامل مع الداتا، واعمل مثلا اتعامل مع ال خلينا نحكي مثلا الرياكتيف فورمز موديول مع الفورمز، يعني اكثر من شغله. تمام، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم وراح نتحدث عن امور اكثر بالتفصيل. يعطيكم العافيه.